تعالي يا مريكة. حماتك بتحبك. عاملة لك جمبري ولا كلتي؟ مش جعانة. كنا معزومين عند قرايبنا، خلصت وقلت لماما ان انا هفوت اشتري شوية حاجات وجيت لك على طول. طمنيني، في اخبار؟ ما رجعش الاسبوع ده. يمكن يرجع الاسبوع الجاي. انا مش قوية زيك يا صوفيا. كل ما الوقت بيعدي بخاف على ناجي اكتر. يا عبيطة بالعكس، كل ما الوقت يعدي المفروض تطمني. لو كان جرى له حاجة كان زمان عرفنا. تسألنيش انا متأكدة كده ازاي؟ اعتبري قلب الأم. قلبي بيقول ان هو كويس. متأكد انها مسألة وقت. كل كام شهر بيخرجوا أسرى من سجون الحلفاء باتفاقية من اللي بيعملوه هنيلو هيرجع. وهنلاقيه راجع وبيضحك عليا وعليكي وعلى المناحة اللي احنا عاملينها دي. مش عايزة يرجع يلاقيكي نسيتي ازاي تضحكي.